السلام عليكم. هنا هذه طريقة تثبيت سكين التفريز اللي تكون على شكل حرف V في ماكينة التفريز الأفقية الروسية. أول ما نبدي بطريقة التثبيت راح أول شيء نبدي من خلف الماكينة بتثبيت هذا العمود بالشكل هذا ونقفله، ومن ثم نبدأ بعمود الدوار اللي نثبت به البوش وسكينة التفريز بهذا الشكل. بعد هذه العملية راح نقرب التمساح اللي هو نسميه الجزء العلوي، هذا نسميه التمساح بهذه الحركة، ومن ثم نثبت البوش لتثبيت سكينة التفريز اللي تكون على شكل حرف V. طبعا هاي انا هسه بس تيست بالبداية بالتقريب، بعدين هسه راح حتى نشوف العدالة مالتها. بس هذه البوش هنا طبعا القطر الداخلي لازم يتوالى مع القطر الخارجي للعمود الدوار. هسه ناخذ العدالة، بعدها نثبت سكينة التفريز. طبعا تثبيت سكينة التفريز عندنا تكون اما متماثل او متعاكس، احنا راح ناخذ المتعاكس حتى يكون القطع من اقل نقطة وهو الى اعلى نقطة، لان التفريز المتعاكس افضل من التفريز المتماثل. بعدين هسه ثبتنا البوش بهذا الشكل، ومن ثم نبدي نقفلها بهذا الشكل. هذه هي نسميها طريقة تثبيت سكينة التفريز بماكينة التفريز الأفقية. هنا نحن نهيئ الماكينة لعمل ترس حلزوني أو مائل. بعض هذه أسب أثناء القطن نخلي هذه البوشة اللي تكون تيبر. ليش تكون تيبر؟ حتى تحصر البوش الداخلية بالخارجي بالعمود.